لي في هذا اليوم السعيد أن أشارككم هذا الملتقى العظيم للاحتفال بأبنائنا الطلاب المشاركين في المهرجان الختامي للأنشطة المدرسية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية. فله منا كل الشكر والتقدير والإحترام على رعايتكم واهتمامكم بالتعليم والمعلمين. إن هذا المهرجان أقيم لأجل إتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لعرض أعمالهم الفنية والثقافية والرياضية والعلمية وغيرها من الأعمال التي تدخل في إطار الأنشطة التربوية من أجل تحفيزهم وتشجيعهم على التفوق والإيادة وبث روح المنافسة الشريفة بينهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتعويضهم على تحمل المسؤولية فضلاً عن تعميق ولائهم بوطنهم الغالي مصر. إلى جانب كل ذلك كله فإنها فرصة عظيمة لاكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم لرعايتهم ووضعهم موضع الاهتمام البالغ منا. الحضور الكريم، إن الثروة البشرية تعد أكبر وأعظم كنز لدى كل أمة، ولذا وجب إعطاؤها الأولوية والاهتمام والرعاية الكاملة، لنخرج إلى المجتمع إنساناً فاعلاً قادراً على إعطاء الوطن. لذا فإن وزارة التربية والتعليم لا تبذل جهداً في سبيل تحقيق التنمية الشاملة لنشأ مع درس روح المواطنة والتسامح ونبذ العنف وتفهم أسس الحرية والعدالة من حقوق وواجبات وشعور بالمسؤولية تجاه الوطن والمواطن. دكتور محب وزير التربية والتعليم، عايزين نعرف من حضرتك التعليات النهاردة وإيه دور المديرية في تطوير وتحقيق؟ هنتكلم عن أنشطة النهاردة، الأنشطة التربوية. احنا عندنا أنشطة فنية وعندنا أنشطة في كافة المجالات المختلفة سواء كانت أنشطة ثقافية أو فنية وأيضا أنشطة رياضية، وده بيأكد النهاردة في نماذج كثيرة جدا من بعض الأنشطة اللي هنعرضها في المهرجان النهاردة، وبيأكد مدى اهتمام المدارس بالأنشطة، والأنشطة جزء أساسي من المدارس في المدارس. وانا عايز اقول احنا برضو مجهزين برنامج ان شاء الله كامل لانشطه في الاجازه الصيفيه هننزل بيه ان شاء الله في المدارس، وفي ايضا برنامج متكامل هيتم من بدايه العام الدراسي القادم للانشطه والاهتمام بالانشطه وعدم الاستغناء ابدا عن اي نشاط من الانشطه سواء كان نشاط فني او سواء كان نشاط ثقافي او سواء كان نشاط رياضي. ان شاء الله باذن الله المرحله الجايه هيبقى فيه اهتمام اكثر بهذه الانشطه لانها ضروريه جدا بالنسبه للتلاميذ وجزء اساسي من اعداد التلميذ، لان اعداد اي طالب او تلميذ هو اعداد متكامل من جميع الجوانب سواء كان من الجوانب العقليه او سواء كان من الجوانب المهاريه او سواء كان ايضا من الجوانب البدنيه او الجسميه، كل الجوانب المختلفه بنهتم بيها. واعتقد النهارده ان شاء الله المهرجان ده يدل على ان المدارس فيها انشطه وانشطه كثيره جدا وفي نماذج قليله وليست كثيره من الانشطه الموجوده في المدارس، واللي احنا نقدمها النهارده ان شاء الله ونعرضها على دوله رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب، وهو حريص ونحضر النهارده ان شاء الله هذا المهرجان. تمام، شكرا.